بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، يتابع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية مجالسه الحديثية لقراءة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسجد مولانا الحسين رضي الله عنه، وهذا المجلس 22 من هذه المجالس الطيبة المباركة. نسأل الله تعالى أن يثيب القائمين عليها أحسن الأجر وأعظم الثواب. وفي مبدأ هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى نبتدئ بقراءة آيات من الذكر الحكيم يتلوها عليكم فضيلة الشيخ محمد حسن عبد العظيم بمديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 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 يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول كافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم. أحسن الله إليك وفتح الله عليك. نبدأ المجلس المبارك بالقراءة من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الصيد، وبإسنادنا إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن نافع. طبعا كتاب الصيد، باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما
فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزكيه بقدوم فمات قبل أن يزكيه فطرحه عبد الله أيضا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله، وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرًا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت، فإذا بات فإنه يكره أكله. باب ما جاء في صيد المعلمات. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل. وحدثني عن مالك أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وإن أكل وإن لم يأكل. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد، فقال سعد: كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان معلماً يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة، فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من في الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. قال مالك: وكذلك أيضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضارية فصاد أو قتل إنه إذا كان معلماً فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يزكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. قال مالك: وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضارية على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يزكى
وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله، يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. باب ما جاء في صيد البحر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا، يعني من البرد، فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال: ليس به بأس. وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان: قد قلت لكم. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك: وهو الأمر عندنا. باب ما يكره من أكل الدواب. قال: حدثني يحيى عن مالك قال: إن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تبارك وتعالى في الأنعام: لتركبوا منها ومنها تأكلون. وقال تبارك وتعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقير، وأن المعتر هو الزائر. قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب وزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك: والقانع هو الفقير أيضا. باب ما جاء في جلود الميتة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولا لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دُبِغ الإهاب فقد طهر. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبِغت. باب ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة. قال: حدثني يحيى عن مالك قال: إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك، قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أحد أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. باب ما جاء في العقيقة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم، وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة. باب العمل في العقيقة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة عن الذكور والإناث. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يقول: تستحب العقيقة ولو بعصفور. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. باب ميراث ولد الصلب.
قال: حدثني يحيى عن مالك قال: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث، أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولداً رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن شركهم أحد بفريضة مسمات وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر موارثهم، ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت اثنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلاً إن فضل، فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن، ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته، ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهم شيء، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال مالك: الأطرف هو الأبعد. باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها. قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولداً ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف، فإن تركت ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولداً ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. باب ميراث الأب والأم من ولدهما. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولداً أو ولد ابن ذكر فإنه يفرض للأب السدس فريضة، فإن لم يترك المتوفى ولداً ولا ولد ابن ذكر فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب،
وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فُرِض للأب السدس فريضةً. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعداً ذكوراً كانوا أو إناثاً من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها. وإن لم يترك المتوفى ولداً ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعداً فإن للأم الثلث فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال. والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال: فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. باب ميراث الأخوة للأم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد شيئا ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان او انثى. فان كان اثنين فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الانثيين. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فكان الذكر والانثى في هذا بمنزله واحده. باب ميراث الاخوه للاب والام. هذه قراناها ولا لسه؟ نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الإبن الذكر شيئا ولا مع الأب دنيا شيئا، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة. يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قال: وإن لم يترك المتوفى أباً ولا جدًّا أبا أبٍ ولا ولدًا ولا ولد ابنٍ ذكرًا كان أو أنثى فإنه يُفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فُرِض لهما الثلثان، فإن كان معهن أخٌ ذكرٌ فلا فريضة لأحدٍ من الأخوات واحدةً كانت أو أكثر من ذلك. ويُبدأ بمن شركهم بفريضةٍ مسمَّاه فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيءٍ كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضةٍ واحدةٍ فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم، وتلك الفريضة امرأةٌ توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف ولأمها السدس
ولإخوتها لأمها الثلُّس، فلم يفضُل شيءٌ بعد ذلك، فيشترِكُ بنُو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلُثِهم، فيكون للذكر مثلُ حظِّ الأنثى، من أجل أنهم كلهم إخوةُ المُتوفَّى لأمِّه، وإنما ورِثُوا بالأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كان رجلٌ يُورَثُ كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السُّدُس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شُرَكاءُ في السُّدُس، فلذلك شُرِّكوا في هذه الفريضة، لأنهم كلهم أخوةُ المُتوفَّى لأمِّه. باب ميراث الأخوة للأب. قال مالك: الأمر المُجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم، سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث لأحد من بني الأب. وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين. فإن كان مع الأخوات للأب ذكرٌ فلا فريضة لهن، ويُبدأ بأهل الفرائض المُسمى فيُعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضلٌ كان بين الأخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيءٌ فلا شيء لهم. فإن كان الأخوات للأب والأم، فإن كان الإخوات للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فُرِض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخٌ لأبٍ، فإن كان معهن أخٌ لأبٍ بُدِئ بمن شرَّكهم بفريضةٍ مُسمى فأعطوا فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضلٌ كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيءٌ فلا شيء لهم. ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس، وللاثنين فصاعداً الثلث للذكر مثل حظ الأنثى، هم فيه بمنزلة واحدة سواء. باب ميراث الجد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم، وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، يعني الخلفاء. قال: وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن زؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد مع الإخوة الثلث. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا، وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخاً أو أختاً لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمى، فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة. قال مالك: والجد
نعم. فما فوقه كان له. فرض للجد السدس فريضة. نعم. قال مالك: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسمى يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي له، وللأخوة أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له، ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله. أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك للأخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك، وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت للأم والأب النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه. قال مالك: وميراث الإخوة لأبي، وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا، وكان المال كله للجد، فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا، فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. ويكمل القراءة فضيلة الدكتور أسامة مهدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد، فبإسناد مشايخنا الأفاضل الأجلاء إلى الإمام مالك رحمه الله نستكمل القراءة مع حضراتكم من كتاب الميراث، باب ميراث الجدة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن أبي إسحاق ابن إسحاق ابن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثلما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء،
وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. قال: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم، قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان. قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، ثم سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها. ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال مالك: ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. باب ميراث الكلالة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين. فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد. وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟ فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم. باب ما جاء في العمة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى أنه قال:
كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما صلى الظهر قال: يا يرفع، هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفع، فدعاه بتور أو قدح فيه ماء، فمحى ذلك فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله أقرك، لو رضيك الله أقرك. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. باب ميراث ولاية العصبة. قال مالك رضي الله عنه: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة، أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني أبي الأخ للأب والأم، وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم، والعم أخ الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب، والعم أخ الأب للأب أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخ أب الأب للأب والأم. قال مالك: وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا: أنس بالمتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه، فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك، فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطرف، وإن كان ابن أب وأم فإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم سواء، وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم إنما هو أخ أبي المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأبي، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال مالك رضي الله عنه: والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي. باب من لا ميراث له. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخ الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا. قال: وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمينا، وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم، وميراث الأخوات للأم، وورثة الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها،
لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإخوانكم في الدين ومواليكم. باب ميراث أهل الملل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن عمر بن عثمان رضي عن عمر ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي. قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فقال له عثمان رضي الله عنه: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يرثها أهل دينها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن أجعل ماله في بيت المال. قال: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول: أبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يورث أحد من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعت في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات، ميراثها في كتاب الله. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه. قال مالك: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. باب ميراث من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم الصفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. وقال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة، إنه مات قبلهم، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. قال مالك: ومن ذلك أيضاً الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له ولهما أخ لأبيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. قال مالك: ومن ذلك أيضاً أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئاً، ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئاً. باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا.
قال: حدثني يحيى عن مالك إن أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال مالك رضي الله عنه: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد، فذلك باب فساد يدخل على الناس. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول. باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها. باب ما جاء في الصداق والحباء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد بن السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قد أنكحتكها بما معك من القرآن صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برس فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أباً أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به، إنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، وإن فرقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداق على أبيه إن كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الإبن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفونا، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها إنه لا صداق لها. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب به القطع. باب إرخاء الستور. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه. وينتقل الميكروفون إلى أخي فضيلة الدكتور محمد فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبإسناد مشايخي إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال: باب المقام عند البكر والأيم. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت: ثلث. قال: حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك رحمه الله: وذلك الأمر عندنا. قال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء. قال مالك رحمه الله: فالأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر، إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه. باب نكاح المحلل وما أشبهه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة، يعني ثلاث مرات، فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا، حتى يذوق عسيلتها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. قال مالك رحمه الله في المحلل أنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها. باب ما لا يجمع بينه من النساء. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. قال: وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست، فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. قال مالك رحمه الله: في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا، ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. وقال مالك رحمه الله: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. قال مالك رحمه الله: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا. فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا. باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره. قال مالك رحمه الله: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها، إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال مالك رحمه الله: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها، حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه. وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. باب جامع ما لا يجوز من النكاح. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صدى. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه،
ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربه، وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها؟ فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا. قال مالك رحمه الله: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر 10 إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. باب نكاح الأمة على الحرة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. قال مالك رحمه الله: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وقال: ذلك لمن خشي العنت. قال مالك رحمه الله: والعنت هو الزنا. باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: في الرجل يطلق الأمة 3 ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب رحمه الله عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة، فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. قال مالك رحمه الله: في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها، إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها. قال مالك رحمه الله: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى والله أعلم. باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى،
فقال عمر رضي الله عنه: ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهى عن ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن الأختين من ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال: فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. قال ابن شهاب رحمه الله: أراه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال مالك رحمه الله: في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها، إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو غير عبده. باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال: لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهش لابن الأسود قال للقاسم ابن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت: إني حائض، فقمت فلم أقربها بعد، أفأهبها لابني يطأها؟ فنهاه القاسم عن ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبد الملك ابن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك: لا، مروان كان أورع منك. وهب لابنه جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. قال مالك رحمه الله: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم فهن الإماء المؤمنات. قال مالك رحمه الله: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك رحمه الله: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. باب ما جاء في الإحصان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: والمحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كان يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. قال مالك رحمه الله: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها فقد أحصنت. قال مالك رحمه الله: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح،
ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. قال مالك رحمه الله: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها. والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. وقال مالك رحمه الله: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي معكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في مجلس جديد لقراءة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.